التصميم الخارجي. تعبر فورد إيدج الجديدة عن سيارات الكروس أوفر العصرية الحديثة، والتي تستهدف الكثير من شرائح المجتمع من الشباب والفتيات وحتى كبار السن. بشكلها العصري والمواكب للتصاميم الحديثة، خرجت فورد بسيارة كروس أوفر متجددة لتعرضها أمام كل هواة ومحبي سيارات الكروس أوفر، التي تجمع ما بين سيارات الـ SUV الكبيرة وسيارات السيدان المتوسطة الحجم. تتميز إيدج سبورت 2011 بتصميمها الخارجي القوي، حيث تم استخدام مواد أفضل من السابق مع الدقة في التنفيذ. وتتميز فورد إيدج 2011 بالعديد من الإضافات الجمالية المتميزة، كالشبك الأمامي الهجومي الكبير والمصنوع من الكروم للنسخة العادية واللون الأسود لنسخة السبورت، الذي يتناغم جنباً إلى جنب مع المصابيح الأمامية العصرية الجديدة ذات الإضاءة القوية والفعالة، والمصابيح الخلفية الجديدة بالكامل أيضاً تعطي للسيارة طابعاً رياضياً راقٍ ليس ببعيد عن الحداثة والجمال. ويتجسد التصميم الأنيق للسيارة من خلال الشبك الأمامي القوي وخط التثبيت الذي يعلوه، والذي يظهر براعة في التصميم. وتنسجم دعامة السقف الأمامية والتي يتوسطها فتحة السقف البانورامية مع غطاء محرك السيارة، الأمر الذي يضيف تموجاً متقناً يسهم في تعزيز المظهر الكامل للسيارة. وتسهم الخطوط الواقية في تعزيز جاذبية الواجهة الأمامية للسيارة والعجلات الجديدة. وإلى الداخل، تحتوي المقصورة الداخلية المصممة حديثاً على 5 مقاعد مصنوعة من الجلد، مع تدفئة لمقعد السائق مع مسند آلي لأسفل الظهر، فهي مزودة بذاكرة حفظ الإعدادات، حيث يمكن التحكم بها كهربائياً لتوفر للسائق والركاب راحة تامة، فضلاً عن لوحة القيادة الناعمة التي تعمل باللمس. تحتوي عجلة القيادة على كافة الوظائف الضرورية من خلال أزرار تساعد السائق أثناء القيادة، وتعتبر هذه الأزرار مألوفة بالنسبة لأي شخص معتاد على استخدام جهاز الهاتف المتحرك أو مشغل ملفات MP3. وإلى تحت الغطاء، إلى جانب ما تحتويه من تقنيات تهدف إلى إثراء تجربة العملاء أثناء القيادة، تجسد إيدج الجديدة سعي فورد لتوسيع خيارات جديدة للعملاء على صعيد أنظمة نقل الحركة. وتستخدم كل من إيدج المتوفرة بمحرك 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر، وإيدج سبورت المتوفرة بمحرك 6 سلندر سعة 3.7 لتر تقنية تنويع نبض الصمامات المزدوجة TIVCT، واستراتيجيات تحكم ذكي لتعزيز قوة المحرك وعزم الدوران والارتقاء بها إلى أفضل المستويات ضمن فئتها، مع مستوى توفير غير مسبوق على صعيد الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث يمكنها أن تقطع 43 ميلاً في الجالون الواحد بمحرك 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر على الطرق السريعة. ويولد محرك 6 اسطوانات سعة 3.5 لتر قوة تبلغ 285 حصاناً، بينما يوفر محرك 6 اسطوانات لنسخة السبورت سعة 3.7 لتر قوة تبلغ 305 أحصنة باستخدام الوقود العادي. وإلى تجربة القيادة، أرست إيدج منذ انطلاقتها الأولى معايير عديدة على صعيد الهدوء بشكل عام، وتتوصل هذه الميزة في طراز فورد إيدج 2011 الذي يتفوق على العديد من السيارات الفخمة من حيث انخفاض مستوى ضوضاء الرياح، الأمر الذي يعطي السائق والركاب راحة أثناء الجلوس داخلها حتى بالمسافات الطويلة. أما على صعيد الأنظمة، فقد زودت شركة فورد سيارتها إيدج الجديدة بالعديد من الميزات والأنظمة التي تعطي السائق راحة وقيادة أفضل. نبدأ من تصميم السيارة وشكلها الخارجي، فقد حصلت هنا على 3 نقاط من أصل 5 على المسنن. أما بالنسبة للراحة والمقصورة الداخلية، فقد حصلت معنا على 3 نقاط أيضاً. أداء السيارة على الطرقات حصل معنا على 2.
وأخيراً بالنسبة للراحة ومتعة القيادة فقد حصلت معنا على نقطتين. وبذلك فإن تقييمنا النهائي لسيارة فورد إيدج سبورت يكون 2.5 من أصل 5. أما الآن فنترككم مع قائمة لأهم المواصفات لسيارة فورد إيدج 2011 الجديدة كلياً. ومع هذا التقييم نصل إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج جديد السوق، وحتى السيارة التالية نستودعكم الله، مع السلامة.